Alors, هنايا واحد الحاجه نسيتها بالنسبه للدرس اللي فات ديال لو شون مانيتيك كريي بار ان كورون الكتريك. هنا شي مرات في التمارين ما كيعطيوكمش السولينويد كامل كما كنا نديرو هنايا، ما كيعطيوكمش هذا هكا اولا البوبين هكا بلات. شنو كيعطيوكم؟ كيعطيوكم اون فاس. ما معنى فاس؟ لا فاس هي دائره، ان سيركل. حنا لا روسور، لو روسور، روسور معروف في الشكل ديالو كيفاش كيكون بحال هكذا داير. الا شفناه غادي نشوفوه داير بحال هكذا. مي الا شفتي داك الروسور وقلبتو بديت كنشوف فيه يعني بحال هكا طول، واش غيبان لي انايا هنا لوي ديالي؟ واش غيبان لها؟ غيبان لها دائره، ديك الدائره الاولى ديالو هي اللي غتبان لها، هي هاد السيركل اللي رسمتها هنايا. حنا ما كنسميوهمش دوائر، حنا كنسميوها سبير. قلتها لكم الدرس اللي فات هادوك الدوائر كتسموو دي سبير. الو غادي نشوف سبير الاولى ديال الروسور. دونك شي مرات في التمرين شنو كيقول لك؟ كيجي بحال هكا باغ اكزومبل، كيعطيك هنا واحد لو بوين باغ اكزومبل سميوها او، ويجي هنا وكيعطيك بحال هكا. شنو هو هذا السهم هذا في نظركم؟ شنو هو اللي كيكون كيتمشى مع الكونديكتور؟ هو لو كورون، هو اللي كيتمشى في الكونديكتور. بمعنى هذا السهم اللي عطاني هنايا ديال لو كورون الكتريك، كيعطيك هذا السهم هنا وكيقول لك جوج اسئله. اول حاجه كيقول لك ريبريزونتي لو فيكتور بي، وثاني حاجه كيقول لك قول لي هاد لافاس اللي راك كتشوف فيها اسكو سي لافاس نور او بيان سي لافاس سود. الوغ اول حاجه كومون ريبريزونتي بي، نسترجعوا لي كاركتيرستيك ديالو. لو بوين دابليكاسيون، تقول لي خصني اول حاجه نبدا نعرف لو بوين دابليكاسيون. انا قلت لك ريبريزونتي لو بوين بي او بوين او، بمعنى لو بوين دابليكاسيون ديالو هي هاد لو بوين او. واخا الا عرفنا بلي هذا هو ديك لافاس ديال الروسور، حنا كنعرفو بلي الفيكتور بي فين كنرسمو؟ في لي لين دو شون. لي لين دو شون ديال ان سولينويد باغ اكزومبل كيفاش داني؟ قلنا الداخل كيكونوا دي دروات وعلى برا كيوليو دي سيركل. بمعنى الا 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 هو عطاني واحد الدائره بحال هكا وعطاني بحال هاد الدائره هادي، ولو بوين اون باغ اكزومبل هنا، يعني واحد لين دو شون نورمالمون راه كيفوت من ديك لو بوين، من ديك من هاد لو بوين او. فهمتوا؟ دابا لين دو شون ديالي فين؟ راه بحال هكا، مانيش كنشوف، انا كنشوف غير الراس ديالو غير مين كيبدي. لين دو شون راه داخل هنا تشوي دروات هكا ريكتيليني صافي. الوغ لو بوين دابليكاسيون هي هادي، لا ديريكسيون هي هادي، فينا هو لو سونس؟ دابا الا جيت نخدم لا راجل دو لا مان دروات غادي نقلبو عاوتاني بحال هكا، واش تي غادي ندير؟ لا راجل دو لا مان دروات شنو كتقول لي؟ غادي يدي، نحاول نديرهم بطريقه اللي تجيني سهله. نحاول هنا شكون راه عندي سيركيلير اي، الوغ بي هو اللي يعطيني هذا. دونك اي غندير لها بحال هكا، غادي نتبع مع الدائره عندي بحال هكا. ها كينزل هنا، ها هو اي هنايا اي ديسون، وهنا غادي يطلع. الوغ عندي بحال هكذا وغادي نضرب الدور، ها هو طالع. دونك بي فين راه؟ بي راه بحال هكذا. بي اول حاجه راه اوغ لو بلون، راه خارج على الورقه وراه كيشوف هكا فيغ لافون، نحو الامام. ها هو الي فيغ لافون. لو كان كان عندي الاي العكس يعني داير بحال هكذا، فين كان غادي يكون يشوف بي؟ بي كان غيدخل لي في الورقه، يعني فيغ لاغيير نحو الوراء. الوغ هاد فيغ لافون هاد فيغ لاغيير كيفاش كنريبريزونطيهم في ان سيركل؟ هنا عندي واحد القاعده كتقول لك الا كان عندك لو سونس دو بي فيغ لافون، يعني نحو الامام خارج على الورقه، وي ما كيشوف عندي ماشي لداخل، كنمثلوه بحال هكا. يعني حنا هذا هو لو بوين دابليكاسيون ديالنا، غنديرو نقطه بحال هكا اي هي لو بوين او، وغنديرو ليها واحد الدائره وغادي نكتبو هنا بحالها فوقها بي ولا حداها. المهم كنقصدو بلي لو سونس دو بي هو هذا. انا كنت ديجا عارف بلي هذا المثال هذا كيعني بلي راه نحو الامام، ويلا لقيتو بحال هكا دائره في وسط هكا خوا علامه وحدها بي، كيعني بلي لو سونس دو بي الي فيغ لاغيير، راه نحو الوراء. صافي. دونك هادو جوج تاع لي نوطاسيون الا بغينا نقولو اللي كنعبرو عليهم او كنعبرو بيهم فاش كيكون عندي لو سونس دو بي خارج على الورقه، اوغ لو بلون خارج على الورقه. يعني ما نقدرش نمثلو هكا الفوق ولا هكا ولا انكلينا، لا عندي خارج على الورقه. الا كان خارج على الورقه الفوق كنديرو نقطه في وسط الدائره، كان داخل في الورقه كنديرو علامه في وسط الدائره. هادي حاجه. ثاني حاجه السؤال الثاني كيقول لك هاد لافاس اللي راك كتشوف فيها اسكو سي لافاس نور او بيان سي لافاس سود؟ حنا شنو كنديرو هنا؟ غادي شديت دو فاس، وحده غادي تكون نور وحده غادي تكون سود. غادي نشد الحرف اس اللي كيعني سود، وغادي نشد الحرف ان اللي كيعني نور. الحرف ان شوفوا كيفاش عنده هذا الخط اللي عنده هنا جاي طالع كنديرو له السهم الفوق، وهذا الخط اللي هنايا جاي نازل.
الاس عاوتاني كيفاش عنده، عنده هذا الخط اللي هنا نازل وهذا الخط اللي هنا طالع. دوك نتوما ملي كيعطيكم بحال هكذا دو فاس شنو كيعطيكم معاها؟ كيعطيكم معاها لو سونس ديال لو كورون، بمعنى الا كان عطاكم لو سونس ديال لو كورون في هذه الحاله يعني هكا في هذا لو سونس هذا، شوفوا نتوما واش كيشبه الان ولا كيشبه الاس. شوفوا هنا طالع وهنا نازل، شكون اللي كتبدي طالع ونازل؟ طالع نازل، هي الان ماشي الاس، هذه نازله على الطالع. الو غادي تجي باش تسهل عليكم، غتجيو بحال هكا في الوسط وترسموا الحرف ان، ها هي طالع طالع نازل نازل. دونك هاد لا فاس اللي راني كنشوف فيها شنو هي؟ لا فاس نور. العكس هنايا الا هنا درت بحال هكا انا غندير العكس، بمعنى غنديرو من هنايا طالع الاي وهنا غيجيني نازل. دونك هنا طالع ونازل، لما كيشبه واش لهذا ولا لهذا؟ الاس من غادي نرسم بحال هنايا اس، ها هي الو نازل طالع طالع نازل نازل. دونك هادي سي لا فاس سود. دونك نرجعو باغ اكزومبل لهاد ليكزومبل ديالنا، هذا لمن كيشبه واش الان ولا الاس؟ كيشبه الان، نديرو بحال هكا صافي، كيشبه لا فاس نور. و الى جينا حنا نديرو كاع حاجه اخرى، ملي كنشوفو حنايا دابا بي متلنا في متلنا متلنا قلنا فيغ لافون، ها هو خارج على برا بي، ها هو خارج على برا فيغ لافون. الوغ فيغ لافون حنا ديجا شفنا في الدرس الاخر بلي الدرس الاول بلي لو سونس دو بي دايما كيمشي من لو سود لو نور، دونك هو راه خارج بمعنى راه خلا لو سود لتحت وراه غادي لو نور، دونك عليها هادي سي لا فاس نور صافي. المهم حنا اللي ساهل اكثر هي هادي تاع لي دو فاس، كنشوفو الحرف اللي كيشبه واش ان ولا اس، وعلى حسب يعني بيان سيغ لو سونس ديال لو كورون، هاد الكورون هو اللي يحددنا اسكو سي لا فاس سود وبيان لا فاس نور. دابا غادي نمشيو للدرس الثالث ديال دائما غير في المجال المغناطيسي، كاين واحد لا فورس كتسمى لا فورس الكترو مانيتيك، هذا هو العنوان ديال الدرس، وكاين معاها سكون نابيل لا لوا دو لا بلاس، هذا هو العنوان ديال الدرس الثالث نتاع مانيتيك ولا المانيتيزم. ملي كنقول انا فورس الكترو مانيتيك، الا جيتو قسمت هذه الكلمه هذه لما نقسمها بحال هكا على جوج، الكترو جايه من الكتريسيتي كهرباء، ومانيتيك جايه من المانيتيزم ديرو مغناطيس مثلا اولا المغناطيسيه ديرو مغناطيس. فورس كنعرفو كاملين بلي هي قوه، القوه الكهرومغناطيسيه. انطلاقا من العنوان غادي نفهم لا باز ديال الدرس اولا لو برينسيپ المبدا اللي كيقوم عليه هذا الدرس. هاد القوه هذه لا فورس الكترومانيتيك غادي نعاود لها هنايا، نقدر نسميها لا فورس دو لا بلاس هكا كتسمى، اولا كنسميها فورس دو لا بلاس. وهنا لا بلاس كتكتب ملاصقه هذه الكلمه، ما نفرقوش ال ا على بي، لا بلاس علاش؟ حيت لا بلاس ما كاينش المكان، انما هذه ملاصقه، هذه سميتها واحد العالم كان سميتو لا بلاس، دونك قوه لا بلاس لا فورس دو لا بلاس، نفس السميه نفس المعنى. هاد لا فورس فوقاش غادي تكون عندي؟ فاش يكونوا عندي واش غير ان شون مانيتيك دو مي ماشي لي دو شون مانيتيك، خاص يكون عندي ان شون مانيتيك افيك اولا بلوس ان شون، كيفاش داير؟ الكتريك، ان شون الكتريك، يعني خاص يكون عندي مجال مغناطيسي ومجال كهربائي عاد باش كتبان لي هاد لا فورس هادي صافي. الوغ هاد لا فورس هادي كي غنديرو ريبريزونطيوها وشنو كتعني؟ انا الا كان عندي واحد نسميو مثلا واحد لا تيج ميتاليك مثلا، هذا حمود كيتسمى اون تيج، قبيله قلت هضرنا على لا تيج بحال عمود بحال هكا، ميتاليك الا قلت ميتاليك، ميتال هو الفيليز، تيج ميتاليك يعني فيليزيه، فيليزيه بمعنى كتكون من نحاس حديد الومنيوم اي حاجه، تيج ميتاليك. بلاسي دون ان شون مانيتيك، عندي واحد مثلا قربت لها، قربت لها باغ اكزومبل ان نيمو مثلا، عندي واحد لا تيج مثلا فيها الحديد ياك، وقربت لها واحد ليمو، واش كنقول هاد لا تيج؟ هاد لا تيج الي دون لو شون مانيتيك كريي باغ هاد ليمو، دونك الي دون ان شون مانيتيك، بعدا فرا السبب ديالو هو ليمو. واش هادشي كافي باش تبان لي لا فورس الكترومانيتيك؟ لا، شنو بقالي؟ بقالي لو شون الكتريك. فشنو كنجي ندير هاد لاتيج هادي؟ بما انها ميتاليك كنعرفو حنا بلي لي ميتو سو سون دي كونديكتور، يعني موصلات كيوصلوا للتيار الكهربائي، دونك شنو غنديرو؟ نمر فيها واحد التيار كهربائي. الوغ هنا مر واحد التيار كهربائي واش غادي يكون عندي؟ غيكون عندي ان شون
إلكتريك حقل أو مجال كهربائي. ألوغ عندي أن شو مانيتيك وعندي أن شو إلكتريك. فهاد الحالة عاد ممكن تبان لي هاد لا فورس إلكترومانيتيك أو لا اللي سميناها لا فورس دو لا بلاس. هاد لا فورس إلكترومانيتيك كنرمزو لها بحال هكذا بإف ماجيسكول، دونك إف بحال هكذا ماجيسكول، بيان سور سيتي فورس دونك خصني ندير لها سام متجهة فيكتور. هادي هي لا فورس إلكترومانيتيك أو بيان لا فورس دو لا بلاس. إل إكزيست ou là, il est disponible lorsqu'on a deux champs, un champ magnétique et un champ électrique. Il y a ce minage, électron magnétique. Ça fait. Alors, l'alaqa bleu vecteur, chahir. Et nous avons l'alaqa qui est F égale I fois L produit vectoriel B. واش هي هاد ال ار؟ هي لا لونغور ديال لو كونديكتور، طول ديال هاد المنصب، هادي هي ال. اي هو لو كورون الكتريك، بي هو لو فيكتور شون مانيتيك. واش هو هاد الرمز هذا؟ هاد الرمز هذا كيعني لو برودوي، هذا كيعني برودوي فيكتوريال، كتقراوه في المات بالعربيه كيقولوا جداء متجهي. كيفاش كنحل الجداء المتجهي؟ كنحلو بالسينوس عكس لو برودوي سكالير، حيت عندنا برودوي سكالير اللي كنرمزو له بنقطه، هنا ما عندناش في هذا الدرس. كاين لو برودوي سكالير، هذا كنحلوه بالكوسينوس، وهذه كنحلوها بالسينوس. الوغ حنا عندنا لو برودوي فيكتوريال، كيفاش كنحلو؟ الا بغيت نحسب لانتونسيتي دو اف، غادي نقول هي اي فوا ال fois b، يعني لي زانتونسيتي ديالهم بثلاثه حيت سي ان برودوي جدا، فوا شنو؟ فوا سينوس. سينوس الزاويه اللي ما بين شنو وشنو؟ ما بين هاد لي دو فيكتور، ما بين ال وما بين ب. كنديرو بحال هكا، هادي كتعني الزاويه اونتر ال و ب. هادي هي لا سول ريلاسيون بور كالكولي لانتونسيتي دو اف في هاد الدرس. يعني خصك تكون عارف شحال لو كورون يساوي. هذا كيكون بيان سور اون امبير، هادي بيان سور سي اون لونغور دونك غادي تكون اون متر. لو فيكتور شون مانيتيك عارفين بلي لانتونسيتي ديالو باش كتكون، كتكون بال هذا بالديسلا. والسينوس ما عندهاش وحده، وهذه سي اون فورس باش غادي تكون كنعرفوا دائما بلي لي زونيتي ديال لا فورس اولا لونيتي ديال لي فورس هي نيوتن. صافي. الوغ شنو كيكون عندنا؟ كيقول لك لوغسك اون بارتي، واخا غير اون بارتي دان كونديكتور ميتاليك دو لونغور ال سو تروف دون ان شون مانيتيك بي est parcourue par un courant électrique d'intensité I et est soumise à une force magnétique appelée la force de Laplace. Bimena. Maintenant, si j'ai un point M, un point N, ou un point A, ou un point B. On va dire par exemple, on va dire que la tige est seulement, seulement, هاد لا ديستانس اونتر لي بوين ام و ان هي اللي داخله في لو شون مانيتيك، غير هي. واش غتقولوا لي بلي هاد لا فورس الكترومانيتيك اف واش غادي تبان في لاتيج كامله؟ غادي تبان غير في هاد لا بارتي اللي داخله في لو شون مانيتيك، ما كتبانش في لاتيج كامله. وهذا الشيء فوقاش غادي يبان؟ غادي يبان فاش غادي نجيو نهضروا على لي كاركتيرستيك، مميزات لي كاركتيرستيك ديال هاد اف، هاد لا فورس دو لا بلاص او لا ديال لو شوماني ديال لا فورس الكترومغنيتيك. اول حاجه واش هي لو بوين دابليكاسيون ديالها او لا لوريجين؟ هي لو ميليو، ميليو يعني وسط، لو ميليو دو لا بورسيون او لانغول دو لا بارتي دو كونديكتور. فين لي فين كاينه؟ ماشي الكونديكتور كامل، نو، غير ديك لا بارتي كي سو تروف dans le champ magnétique. حيت le courant qui fout fi كامل، le courant يعني le champ électrique، ما نقدرش نقسمو، ما نقدرش نقول راه يفوت هنا وما يفوتش هنا، le courant qui fout fi كامل. alors اللي عندي فيه الاشكال هو le champ magnétique. دونك يقدر يكون واحد لا بارتي اللي داخله في le champ magnétique والاخرى خارجه على داك المجال المغناطيسي. alors هذيك لا بارتي اللي خارجه على المجال المغناطيسي ما كتدخل، ما كتبانليش فيها هاد لا فورس دو لا بلاص. صافي. دونك لو بوين دابليكاسيون هو لو ميليو دو لا بارتي ديال لو كونديكتور كي سي تروف دون لو شون مانيتيك. نمشيو لا ديريكسيون، ديريكسيون
هاد لا ديريكسيون هادشي ما كتبدلش دائما. اي لي بيربونديكولير، شنو هي بيربونديكولير؟ هي عموديه. بيربونديكولير لمن غنديروا هاد الرمز ديال العموديه، هي كتشكل لي زاويه قائمه لا مع العموديه. عموديه او بلون ديتيرميني، باش ديتيرميني او بلون ديتيرميني بار لو كونديكتور اي لو فيكتور شون مانيتيك، يعني بي. بمعنى اتجاه ديال هاد لا فورس اف غادي يكون متعامد مع لو بلون السطح اللي متكون باش لو كونديكتور. ملي كنهضر على لو كونديكتور شنو فيه؟ لو كونديكتور فيه جوج حوايج، كيتميز بجوج حوايج، كيتميز بلو كورون اللي كيفوت فيه وكيتميز بالطول ديالو. حنا اللي كناخدو لو فيكتور هو الطول، يعني ملي كنهضر على ال ولا اي كنهضر على الكونديكتور، فاش كنهضر على بي كنهضر على الفيكتور شون مانيتيك. بمعنى عندي واحد لو بلون بحال هكذا فيه ال يعني الكونديكتور الطول ديالو وفيه بي. الوغ اف فين غادي تكون؟ تكون بحال هكا، ها هي ستيلو اف، هي ستيلو. علاش؟ حيت خصها تكون عموديه لهاد السطح ديتيرميني بار لو كونديكتور، ولا اللي كي الكونديكتور كي تمثلو ال لونغور ديالو وما بين المتجه المثل المغناطيسي بي، كتكون دائما عموديه ليهم كما كان الاخرى كتكون عموديه. بالنسبه لو سونس، سونس سونس هنا عاوتاني ديتيرميني بار لا ريغل دو لا مان دروات. هاد لا مان دروات غادي نخدمو بها في الدرس الزاوج و الدرس الثالث. ديتيرميني بار لا ريغل دو لا مان دروات. الوغ غادي نشوفو كيفاش نديرو نخدمو لا ريغل دو لا مان دروات، و غادي نشوفو كيفاش نديرو نحسبو هاد لانتونسيتي. هادشي لي بقى لنا لا ريغل دو لا مان دروات غادي نرسمو لها واحد جوج يدين على حسب الحالات اللي عندنا. عندنا غير دو كات تقريبا، يعني كاين دو كان. غادي نشوفو مثلا نديرو هنا لو بوس، المهم غير بحال هكا، ونديرو الاخرى اللي غادي يكون اللي كتشوف فينا يعني لافون. المهم هنايا شنو كيقول لك لا ريغل دو لا مان دروات؟ كيقول لك باللي لي دوا هاد لي كات خطوه هادو يعطيونا لو سونس دو اي هنا وهنا. بيان سور هاد لو بوس هذا شنو كيعطينا؟ هذا هو اللي يعطينا لا فورس اف، لو سونس دو لا فورس اف. هاد لو بوس هذا حنا شحال انا درت شحال عندنا من حاجه. عندنا لو شون الكتريك يعني اي، عندنا لو شون مانيتيك يعني بي، وعندنا هذيك لا فورس الكترومانيتيك اللي غادي تبان نتيجة هاد لي دو شون. الوغ قلنا اي قلنا اف، شنو بقالنا؟ بقالنا بي. الوغ بي غيعطيها لنا هذا، هذا هذا هو غيعطينا بي، هذا وهذا. الا كان كيشوف فينا بحال هكا كيشوف فينا عندها معنى، ولكن كيشوف منين عندها معنى؟ باش ما نغلطوش غادي نرسمهم هنا بحال هكا وهنا بحال هكا. وانا دابا قررت قلت لكم معنى ديال هاد الجوج شنو هما. دونك هادي قلنا كتعني فيغ لافون، هادي كتعني لافون امام، وهادي كتعني لاغيير الوراء. هادي هي لا ريغل بوغ يعني ديتيرميني لي سونس. هنا غادي نعطيكم واحد الطابلو عندي هنايا باش نحاولوا باش نعرفوا كيفاش غادي نقدروا نلقاو هاد لو سونس دو بي ولا دو اف ولا دو اي. حيت ماشي ضروري يقول لك مثلا خرج لي اف، يقدر هو يعطيك بي و اي انت تخرج اف، يقدر يعطيك اف و بي هذا نتعبي بعد هاد لو سونس اللي نديرها هنايا. خصك ضروري نكتب حداها بي باش نعرف لي سونس، لو سونس دو بي، ولا يعطيك مثلا اي و بي و انت تخرج اف. المهم انا غندير واحد الطابلو، قبل ما ندير هاد الطابلو باش نشرح لكم فيه مزيان هاد لا ريغل، غادي نفوت غير ديك لانتونسيتي ديال بي اللي شفنا العلاقه ديالها. قلنا شنو قلنا؟ قلنا اف بالفيكتور هي اي ال فيكتور برودوي فيكتوريال بي. قلنا الا بغينا نفوتو لانتونسيتي غتولي هي اي، نريدون ردهم كاملين دي برودوي جو عادي، هي اي في ال في بي ولكن في السينوس. دائما قلنا البرودوي فيكتوريال كنترجموه لسينوس، السينوس ديال الزاويه اللي اونتر هادو اللي عندهم الفيكتور يعني ما بين ال و بي بحال هكا. حنا شنو قلنا في لا ديريكسيون عاد دابا شنو قلنا؟ فينا هي هنا؟ شنو قلنا في لا ديريكسيون؟ كي دايره لا ديريكسيون ما بين ال و بي؟ حتى هي بيربوندكولير. اللي زين في هذا الدرس انه اف عمودي على بي عمودي على اي. دائما غادي نكتبوها هنايا اون ا توجور اف هاد لا فورس الكترومغنيتيك
la direction ديالها perpendiculaire à la direction de اللي هي بدات عاوتاني perpendiculaire à la direction ديال لو كورون اي او لهاد اي حنا كنترجموه ب ال لا لونغور ديالو حيت لا اي ولا ال بوجو كينتميو داك لو كوندكتور صافي ملي كتسمعوا اي ولا ال كنقصدوا به لو كوندكتور الموصل ديالنا دونك معروفه سينوس الزاويه 90 ولا بي سور 2 شحال هي واحد دائما الى كانوا هادو دائما متعامدين ودائما السينوس ديال 90 درجه تساوي واحد دونك شنو نقدروا نستنتجوا بلي دائما لانتنسيتي دو اف غتكون هي اي فوا ال فوا بي صافي بوين فينال علاش حيت السينوس ديال هادي ايغال ا 1 توجور هاهي توجور صافي هاهي توجور توجور عندي السينوس ديال ما بين ال و بي ايغال ا 1 بمعنى توجور غادي تكون عندي لانتنسيتي ديال هاد لا فورس الكترومغنيتيك كتساوي اي فوا ال فوا بي بي لونيتي ديالها سي اون تسلا ال سي اون لونغور دونك غتكون بالمتر اي لانتنسيتي ديال كورون تكون بالامبير و اف سي اون فورس غادي تكون بالنيوتن هادي هي الطريقه باش كنحسب لانتنسيتي ديال هاد لا فورس دو لا بلاص او لا اللي كتسمى لا فورس الكترومغنيتيك كيكون عطيني اي عطيني ال عطيني بي الحاجه الوحيده اللي نوصيكم عليها هاد اللي تاخذوها هنا كتكون طول تاع ديك لا بارتي اللي كاينه في وسط لو شون مانيتيك بحال كيما قبيله درنا هنايا مثلا نفترضوا حنا مثلا نفترضوا بلي اللي داخله في لو شون مانيتيك هي غير هاد لا بارتي هادي ام ان هما عطاوكم القياس تاع ام ان وعطاوكم القياس تاع ا بي اين وحده غادي ناخذ واش ديال ام ان ولا ديال ا بي ناخذ ديال ام ان علاش حيت ام ان هي اللي داخله في لو شون مانيتيك ما كتهمنيش انا حاجه اخرى كتهمني ديال ام ان عاوتاني مين نجي نرسم بي انا نرسم قلنا شنو هي لو بوين دابليكاسيون ديال بي هي المنتصف نتاع ديك لا بارتي اللي داخله في لو شون مانيتيك يعني غناخذ المنتصف ديال ام ان ماشي المنتصف ديال ا بي حيت ا بي ما دخلش في لو شون مانيتيك يعني في هذه النقطه هنا هنا فين غادي نرسم الفيكتور بي هذا هو لو بوين دابليكاسيون اسمحوا لي ماشي الفيكتور بي غنرسم لا فورس اف اللي شفناها في هذا الدرس الوغ انا غنعطيك واحد الطابلو نحاول نخدمو باش نعرفو واش فهمنا دونك غادي نعطيكم امثله باغ اكزومبل عندي مثلا واحد الكونديكتور اي فيه بحال هكا جاو الوسط ورسمو لكم اف دونك نعطاكم اي ونعطاكم لو سونس دو اف ونعطاكم لو سونس دو اي دونك تاش خاصك تلقى ديال بي غادي نجيو نشوفو عاوتاني ان اوتر اكزومبل باغ اكزومبل عطاوني هنايا اف ها هي وقالوا لكم بي غادي تكون بحال هكا شنو كتعني هاد الرمز هذاك يعني بلي بي راه فيغ لافون نحو الامام جينا عاوتاني هنايا باغ اكزومبل عطاوكم اي بحال هكا عطاوكم بي هكا نقطه حتى هي فيغ لافون هادي اي عاوتاني باغ اكزومبل عندي هكذا اي فيغ لو با وعندي بي حتى هي فيغ لافون خصني نرسم اف نمشيو لاخر حاجه باغ اكزومبل ندير هنا لو سونس دو اي فيغ لو هو وندير بي حتى هي بوان نقدر ندير كروه ماشي مشكل نشوف شدي يدي اول حاجه يدي ها هما اللي باش ما نساوش ها هما شنو قلنا هنا باش نعرفو نطبقو هادشي هذا كيعطيني اف وهذا اي شوفوا دابا هما شنو عطاوني هنايا في التمرين عطاوني هاد الحاله الاولى عندي اي فيغ لو عندي بي نقطه اي دي كي غادي ندير لها هاد ربعه السبع قلنا هما اللي كيعطيونا اي هاد ربعه السبع غنديرو بحال هكذا ولكن غندير انا مع الورقه باش نعرف نخرجها ولكن واش بي راه فيغ واش كتشوف لعندي اولا لهيه على حسب اليد اللي رسمت لكم قبيله الا عاودنا شفنا ديك اليد اللي رسمنا قبيله هادي ها هي الوغ ها هي اي فيغ لو هما عطاكم بي نقطه دوك راني في هاد الحاله نتاع النقطه حيت هادي راه علامه الوغ راني في هاد الحاله ها هي اي فيغ لو وبي نقطه بي نقطه كتعني بلي خصني نشوف يدي بحال هكا نشوف فيها هاد لا بوم هاد تسمى تفاحه اليد هاد لا بوم دو ماما خصني نشوف فيها بحال هكا ها هي الوغ شنو كيقول لي فينا هي اف شكون غيعطيني اف هذا شنو راه كيقول لي اف ها هي هنا الجهه عندي ان كونديكتور قلنا شنو هي لو بوين دابليكاسيون ديالها لو ميليو غادي نشد المنتصف ديال هذا وغادي نرسم بحال هكا اف شوفوا وحده خديتها بحال هكا وحده هكا وحده هكا دونك متعامدين دائما بيناتهم زاويه قائمه
نجيو لهذا، هذا عندي نورمالمون بحال هكا، بحال هكا. علاش درت له بحال هكا؟ حيت عندي الاي فيغ لو او بلوتو فيغ لو با، وبي عندي نقطه، دونك حتى هي خصني نبين. لو كان عندي ماشي نقطه كنت غندير لها بحال هكذا، مقدرتش نديرها. المهم خاص يكون عندي هذه كتعني علامه. انا كاع من الاحسن باش ما تغلطوش، من الاحسن نديرو بحال هكا، نديرو هنا نقطه ياك، هذا سي بي بيان سور، نديرو بحال هكا باش نعقلو عليها من جوج نخدمو شي تمرين ولا نديرو بحال هكا. وما شنو عطاونا؟ عطاونا نقطه. دونك راني هنا، ها هي نقطه صافي. الوغ اف فين كتقول لي؟ اف كيقول لي كتشوف لهاد الجهه. دونك غادي نجي للمنتصف تاع هاد الكونديكتور، النص ديالو غنرسم اف بحال هكا صافي. نجيو لهاد لوكا الثالثه، عندي الاي بحال هكذا، ها هي الاي، هادو هما الاي، يعني نورمالمون يدي هنايا خاصني ندير لها بحال هكذا. غادي نميل مع الورقه، ها هي ميل الورقه بين نقطه، يعني خليها هكا. لو كان كانت بين علامه نقلب يدي، خليها هكا، ها هي بين نقطه. كنهضر على هاد الحاله هذه. الوغ في الراء اف على تحت غادي نشد منتصف الكونديكتور، لو ميلي دي كونديكتور، غنسميها اف. بقات لي هاد الحاله هذه، هادي عطاوكم اف و بي، اف ماشي اي. شكون هو اللي كيعطيني اف؟ هذا. دونك غندير له بحال هكا. واش ندير بحال هكا؟ لا، بحال هكا. ها هو اف فيغ لو، ها هو اف، وها هي بي عطاوني نقطه. الوغ شوف كيقول لي اي، دابا اختي نرسم الاي، اي واش غادي نرسمو كيمشي هكا ولا كيمشي هكا؟ على حسب صباعي كيقول لي كيمشي فهاد لو سونس. دونك غادي نجي بحال هكا نسميه اي، اولا نعاود ندير له بحال هكا ونسميه اي. المهم هذا هو لو سونس دو اي. بقات لي اخر حاله، لو سونس دو اي بحال هكا، هو ما عطاونيش نقطه، مي قالوا لي اف راه فيغ لو با. الوغ واش هادي صحيحه؟ اف راه عندي راه فيغ لو، خصني نقلبها. ها هي هي هادي صحيحه، ها هو اي، ها هو اف، ها هو فيغ لو با. شنو كيقول لي بي؟ كيفاش غتخرج؟ غتخرج كرو بحال هكا، يعني بي في هاد الحاله راه داخله، داخل الورقه، فيغ لاغيغ، نحو الوراء. دونك الا عرفنا نخرجوا هاد الطابلو غنكونوا فهمنا الدرس، لان هادشي اللي كاين في الدرس، في الدروس على شوماليتيك بثلاثه، الاول والثاني خصني نعرف كيفاش ندير نرسم الفيكتور بي، يعني ملي كنقول كيفاش ندير نرسم، يعني خصني نعرف لو بوان دابليكاسيون، لا ديريكسيون لو سونس، ونعرف كيفاش ندير نحسب لانتونسيتي ديالها. وبالنسبه لهاد الدرس التالي نتاع لا فورس الكترومغنيتيك، حتى هو خصني نعرف كيفاش ندير نرسم، مي ماشي بي، بدلوه، نعطيونا واحد لا فورس جديده اللي سميناها قلنا لا فورس الكترومغنيتيك اولا لا فورس دو لا بلاص. خاصني نعرف كيفاش ندير نرسمها باستعمال العلاقه نتاع دائما كنخدم يد اليمنى، راه دائما اليد اليمنى ما كاينش غير اليد اليسرى، كنخدمها غير بهاد جوج علاقات اللي عطيتكم، راه هاد الزوج هما جوج حالات اللي كاينين. ونعرف بيان سور حتى نحسب لانتونسيتي ديالها اللي قلنا كتحسب بهاد الطريقه صافي. قلنا دائما السينوس غيساوي واحد، دونك دائما النتيجه النهائيه اللي غتبقى لي هي انه اف ايكال اي فوا ال فوا بي، كنعوض بلي فالور ديالهم عادي ساشون بيان سور هاد لي زونيتي، وغادي نخرج لا فالور اولا لانتونسيتي ديال لا فورس ديالي اون نيوتون. هادشي اللي كاين في الدروس ديال المانيتيزم بالنسبه لاولى باك علوم تجريبيه.